للعالمين وعلى آله الطيبين. ثم أما بعد، أخي الصائم أختي الصائمة، سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله. ربما تسألني عن الأعمال التي يجب أن نحرص عليها في هذه الليالي المباركة. صدقة، فلأن الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم فقد فاتنا الصالحون. قم يا رجل، فقد فاتنا الصالحون. وهذا يزيد بن هارون رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في بدء الأمر أريد أن أشكر صاحب هذا المكان المحترم الذي استقبل فريق حمزة خنوفي المتكون من الشيخ محمد دمان الذي على يساري، والأخ علاء معتوقي على يميني، والأخيار الذين استقبلناهم اليوم معنا في هذا النقل المباشر للحلقة الختامية لحصة وبرنامج رمضانيات للدكتور محمد دمان. أول شيء شيخ محمد دمان، أهلا وسهلا بك، وشكرا إن شاء الله. شكرا إن شاء الله، الحمد لله، شكرا إن شاء الله، الحمد لله، أمين يا رب العالمين. قدمت باقة برامجية إعلامية رمضانية لصالح العام للإفادة والاستفادة. تقدر تحكي لنا ربما على هذه البداية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين. طبعا الحصص السابقة كلها كانت يعني بدأت فكرة، ثم من خلال هذه الفكرة أصبحت يعني واقعا مجسدا، يعني ديما كما قال مالك بن أبي رحمة الله عليه: عالم الأشياء يسبقه عالم الأفكار، أي فكرة تجسد بعد ذلك على أرض الواقع. وحنا إيمانا بنا الواحد لازم يكون إيجابي في المجتمع، لازم يخدم المجتمع نتاعو. والله أنا من هذا المنبر نتمنى خاصة من النخبة أنه يخرجوا من نوع نسميه أنا أثرة، ولا ربما غير نبقى في شهادات ونخدم بها. ربي سبحانه وتعالى أعطاك علم، حتى شهادة ليسانس ولا ماستر ولا ربما ماجستير أو دكتوراه، نحاول أني هذا العلم أن يقدمه للمجتمع نتاعي، لأننا سنسأل عن هذا العلم. وش من فايدة أني أنا عندي علم ونخلي غير ربما في الدائرة نتاعي فقط بلا ما نقدم شيء للمجتمع. أنا نشوف بأنه الإنسان الإجابة هذه الشهادة الحقيقية، وحتى أنه الغرب كيف أنه تفوق على العالم العربي والعالم الإسلامي. الغرب أنه الواحد تلقى الفرد لما يتحصل على شهادة كينظر بأنه بداية الطريق، مش كيما حنا ربما عندنا يتحصل على شهادة خلاص أنا دكتور أنت الأمر، يعني ولا أنا عندي ريسونس ماستر خلاص أنت الأمر، يشوفها نهاية الطريق. بالعكس، الشهادة راهي بداية الطريق. لذلك احنا باذن الله تعالى راح نحافظ على هذا الطريق ان شاء الله حتى بعد رمضان. نسال الله سبحانه وتعالى نكونوا في المستوى، واكيد انه ربي سبحانه وتعالى راح يبارك، لانه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. حنعملوا والنتيجه ممكن استاذنا مهدي قادر يجي بعد قرن، ممكن ما نشوفوهاش، قادر بعد قرن نشوف هذه النتيجه. هذه الكلمه نتاعنا تجد النور بعد، ممكن بعد ما مات هنا، يعني قد الواحد يسمعها يشوف ان شاء الله شوفها. نعم. ان شاء الله شوفها في حياتك دكتور ان شاء الله يا رب ان شاء الله محمد. نعم. الباقه البرامجيه اللي كانت مختصه بها هذه الفرقه المختصه كما قلت سابقا من المخرج حمزه خنوفي، بالاضافه الى مجموعه من شباب مدينه عينيها. نعم. هي دافع معنوي ايضا للشباب اللي عنده موهبه. نعم. في ربما في مجموع المعارف والعلوم. نعم. المتواجده عبر هذه الكره الارضيه. نعم. نعم. ابناء عينيها ايضا هم مدعوون للحضور معنا والاستنباط واستنتاج اجمل كما نقولوا الافكار. نعم. اللي تخليهم دائما في الطالعه. بلا ما نساو ايضا الاخ علاء معتوقي اللي راهو معنا ايضا على الجهه اليمنى، اللي كان عنده حصه تحت اسم كل يوم نصيحه رفقه. نعم. الاخ حمزه خنوفي المخرج. نعم. دائما تقدر تحكي لنا عن التجربه تاعك الجديده هذه في الميدان. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. مقاطعه كلها انا فقط الاخ علاء، كانت عندك تجربه سابقه في حصه ربما لنرتقي اللي كانت موجهه لجماهير جمعيه عيميه ما تنساهاش. والله كما حكيت التجربه بدات من معلي نرتقي، عملناها مع شمس الدين صولي. كانت تجربه ما شاء الله، كانت تجربه موفقه. تعلمنا اننا نرتاج كما نقولوا ارتجاليه في العفويه والكلام العفويه. نعم. الحمد لله نصحنا اخواننا انه العنف حاجه سلبيه، حاجه ماهيش من عاداتنا وماهيش من تقاليدنا. مليح، رائع. السب الشتم. والحمد لله كنت عندير موضوع لاسباب معينه ما كفانيش الوقت. الحمد لله الفضل كل يعود لحمزه
ما خرجت انا الله يبارك. وقال لي قال لي علاء نقدموا حاجه كما الشيخ محمد دمان، هي الشيخ محمد دمان هو قدوتي وهو استاذي الحمد لله اني قلدته، وهذه تحسب ليه ان شاء الله حسنة ليه ان شاء الله بارك شرف لنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. هو وحاولت اني ننصح اخواني بطريقه يعني عفويه بطريقه تاع شباب، نعم ماهيش امام ولا داعيه ولا نعم نعم انسان بسيط يحاول انه يقدم نصيحه بسيطه والحمد لله الحمد لله. وفقت كثيرا في جميع اعمالك في كل يوم نصيحه عبر قناه حمزه خنو في اليوتيوب. بدون اطاله مشاهدينا الكرام نمر مباشره الى حكمه او عبره او موعظه للشيخ محمد او الدكتور محمد دمان الذي هو معكم ومعنا دائما وانا من المتابعين الاوفياء صراحه للشيخ محمد. شكرا بارك الله فيك ان شاء الله نتابعها صراحه. عزك بارك الله فيك. اليوتيوب تفضل شيخنا ورانا فرحانين بشي راكم تقدموا نعم. فيه سواء لمدينه عين بليله للصالح العام للجزائر ولكل العالم. نعم شكرا الحمد لله. نظن المواضيع اللي ربما نتكلموا فيها اليوم هي مواضيع تفرض نفسها وبقوه. احنا رانا في الايام الاخيره من هذا الشهر الفضيل وقبيل عيد الفطر المبارك، نظن على راس هذه المواضيع ان نتكلموا عن العفو، نتكلموا عن الصفح، الناس تسامح بعضها، الناس تعفو على بعضها، تغفر لبعضها، لانه قد تلقى واحد ممكن محافظ على صلاه التراويح، محافظ على القران الكريم ولا ذكر ربي سبحانه وتعالى، هو عنده عام ما هضرش مع اخوه، ولا عنده ممكن اكثر ولا اقل انه ما يتكلمش مع اخته لاسباب دنيويه تافهه ماديه ممكن ميراث او شيء من هذا القبيل، وهذا في حقيقه امر لا علاقه له بديننا الحنيف ابدا، لانه العفو هذا راه من 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 شيم الصالحين، من شيم العظماء، حتى ان الله سبحانه وتعالى ويتكلم عن المتقين ما في درجه استاذنا انه افضل من درجه التقوى. الله عز وجل بين بانه العفو تسامح خوك هذا حتى اللي غلط معك قال له مش مشكله انا نسامحه وشي اللي فات ونبدا صفحه جديده مع خويا مع اختي مع الناس كامل، يعني خوك سوى شقيق ولا اخوك يعني ربما من الدين نتاعك. الله سبحانه وتعالى ويتحدث عن عبادي المتقين ذكر من بين صفاتهم العفو، فقال بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. شوف صفات الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الله اكبر، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، يعني تصل الى درجه الاحسان عندما تسامح اخوك مهما كانت المشاكل اللي بيناتهم. قال انا جاي لعندك خلاص نبدا على عام كما ما نهضرش معاه ولا ما يليق ابدا. وفي ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول وان تعفوا اقرب للتقوى، يعني عندما تعفو انت راح تكون من 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 تصل الى هذا المستوى، يعني السامق اذا الى هذا المستوى الرفيع. وانظر قدوتنا عليه الصلاه والسلام ضرب مثل رائع في هذا الباب للبشريه مع قريش في فتح مكه، ضربوه سبوه شتموه في الاخير اذهبوا فانتم الطلقاء. هل يوجد في عفو افضل من هذا؟ وربما شوف مدخل من مداخل الشيطان، وهذا اكد بزاف للاخوان المشاهدين، يقول لك ربما لما تسامحوا هذا ضعف منك ومكسر، ولا ربما انتقاص للشخصيه تاعك ولا للرجوله تاعك. ابدا، انت عندما تعفو عن غيرك وعندما تصفع هذه قوه في الشخصيه تاعك وعزه لك، يقول عليه الصلاه والسلام ها هو الدليل، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. الله اكبر، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، يعني كل ما انت تعفو عن غيرك وتسامح غيرك وتصفي القلب نتاعك هنا شوف عزه في الدنيا وكذلك غدا يوم القيامه. شكرا الشيخ محمد، معليش ندخل في النقطه لهنا. اذا كان عندك مشكل مع انسان مثلا وسمحت له وصبحت عليه لكن طريقه التعامل تتغير ربما من طرف الاخر، نشوفوا مثلا الشيخ محمد عنده مشكل مثلا مع مهدي صفح على الشيخ محمد، لكن الشيخ محمد ما حبش يتفاعل مره اخرى مع الحكايه هذه. نعم. يعني وصلنا كما نقولوا الطريق المسدود، يعني ما بغى انت انا نحاول نفهم السؤال نتاعك، انا نحاول معه مثنى وثلاثه ورباع، يعني ما كان حتى مشكله الا ربما وصلت الى درجه الياس. انا قال لي يا الله راني درت شيء يعني المستطاع، ما بغى هو يمشي معايا في طريق العفو في طريق الصفح، فهذا يعني غدا يوم القيامه راح يكون حجه عليه لا له، لانه الغايه تاعنا وش هو رضا الله سبحانه وتعالى. انا باغي نعفو عنك نمشي معك في الطريق هذا، انت بغيت تختار طريق الشيطان فلك ذلك. ومنظن استاذنا يعني بشكل عام يعني الانسان لما في 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 مرحله العفو ومرحله المغفره ومرحله الصفح تلقى يسمع لك والله النفس مجبوله على حب العفو وحب الصفح. وانا متسامح حتى شوف كان كلمه رائعه لابن القيم يحفظوها شباب، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله عليه
يقول إن تعفو هنا يعفى عنك هناك، وإن تنتقم هنا ينتقم منك هناك. الله أكبر. بغيت ربي يغفر لك يوم القيامة أغفر لخاوتك اليوم، تنتقم تنتقم لخاوتك غدا يوم القيامة ينتقم منك ربي سبحانه وتعالى. وحنا نسامح بعض لأنه هذه الدنيا راهي ما كانش، هذه الدنيا راهي لحظات والموت آت والحساب كذلك آت. نسامح بعضنا ونكون إن شاء الله ديما في 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 المستوى. وشوف هذا، نرم هذا الموضوع يحتاج منا إذا جلسة خاصة، يعني أنه غدا يوم القيامة أحبتي يوم القيامة ينادى أين العافون عن الناس. الله أكبر. غدا ينادى على رؤوس الخلائق أين العافون عن الناس، هلموا إلى ربكم وخذوا أجوركم فإنه حق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخله الله الجنة. الله أكبر. حق حق حق، يعني لما تعفو شوف يناديك، يعني فخر ليك، وسام ما بعده وسام، لأنك كنت تسامح في الدنيا. ونصفي قلوبنا، والله ما هذه الدنيا يا شباب شكون يديها؟ يديها صاحب القلب السليم، والآخرة كذلك يديها صاحب القلب السليم. إذا كان في سورة الكهف سمادي في سورة الكهف، وش يقول الله عز وجل يا شباب؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. شو بعد في سورة الشورى يقول ربي سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني القلب السليم هو اللي راح يرتاح في الدنيا وكذلك الآخرة. وحتى نبينا عليه الصلاة والسلام بما تفوق على البشر بهذا القلب السليم. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إن الله تعالى، كلام رائع جدا يكتب بماء العين كما يقال، إن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أنقى وأطهر من قلب محمد بن عبد الله، فاختاره للرسالة الخاتمة. ثم نظر إلى القلوب من بعده فلم يجد قلوبا أنقى وأطهر من قلوب أصحابه، فاختارهم لصحبته ليعينوه على تبليغ رسالته. فبالقلب السليم فلاح الدنيا والآخرة. نقوبين العيد نسامحوا بعضنا إن شاء الله، وتقرب بعضنا وندير صلة رحم، يعني مهما كانت المشاكل اللي بادئ، يعني هذه اللي بيناتنا، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. إن شاء الله. كلمة جميلة جدا رائعة، كل شيء مستدل من الكتاب والسنة من الاستدلال. نعم. هذا شيء جميل جدا. هل من مداخلة من الزملاء؟ هل من إضافة؟ هل من كلمة الأخ علاء؟ والله الكلمة كررت هذه المرات مع الأستاذ. نعم. في إعادة التربية ونعود نكررها، يوجد شعر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، النفس تبكي على الدنيا وقد علموا إن السلامة فيها ترك ما فيها. نعم. ولا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. نعم. فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. في مقطع آخر يقول أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الملك ساقيها، أين فرعون وأين قارون؟ الدنيا هذه والله دنيا فانية، دنيا زائلة، دنيا حقيرة، دنيا والله العظيم. الإنسان يجب عليه أن يعمل عملا صالحا وأن يتوب إلى الله عز وجل. وهذه فرصة لنا، وإحنا الحمد لله رانا نتعلموا من المشايخ، نتعلموا ونقعدوا هذه الجلسة، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة. وهذه العمل اللي شكرا شكرا الأخ علاء. هي دعوة لجميع الأئمة، لجميع الدكاترة، لجميع الأساتذة، لجميع المثقفين، ربما يتواصل مع كافة شرائح المجتمع حتى تصل الرسالة كاملة غير منقوصة. شيخ محمد شكرا جزيلا، بارك الله فيك. كلمة أخيرة ربما المشاهدين اللي راهو يشاهدوا فينا. إن شاء الله الكلمة الأخيرة، يعني أنا والله نقول نحافظوا على عبادتنا لله سبحانه وتعالى حتى ولو شهر بعد شهر رمضان، لانه والله لما نقول كلمه يقول كما يقولوا البعض الشهاره وكلام هذا اللي يجرح الخاطر يعني ولا المشاعر، احنا نتمنى ان شاء الله نحضنوهم، يعني نكونوا يعني نحتضنوهم ونقولوا بان الله سبحانه وتعالى يحب لكم الخير. الله عز وجل كريم، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، والكريم الذي أحسن إليك، يعني أنت هو ربي أحسن إليك، أنت تقابله بالسيئة ما يليق أبدا، هذا غير منطقي تماما. وفي آية أخرى وش يقول ربي سبحانه وتعالى؟ الله الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى الآخر لحظة في حياتك أبقى مع المولى عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. في رمضان كنت تصلي قال مثلا 10 ركعات على سبيل المثال، حتى وبعد رمضان صلي ركعتين إلى قيام الليل يعني. وفي رمضان كنت تصدق مليون، خارج رمضان لش تخرج 200,000. ماذا أستاذ؟ الاستمرارية بل شوفي حتى حديث صريح جدا لعبد الله بن عمرو بن العاص
رضي الله عنهما وأرضاهما، وشو قال له أخي مادي؟ قال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحافظوا على الأعمال نتاعنا حتى مع ربي سبحانه وتعالى ديما الآخر لحظة من حياتنا، لأنه هذا هو الإسلام. إذن مشاهدينا الكرام، شكر موصول إلى كافة الطاقم العامل معنا لهذه الأمسية، إلى قاعة الأفراح لضيفة بمدينة عين مليلة دكتورنا العزيز الشيخ محمد دمان. صراحة لقيت صعوبة في المحاورة تاعو أخ حمزة. إذن كما ذكرت سابقا، هناك فرص أخرى لإنجاز تقارير وأيضا ريبورتاجات وحتى حصص عبر فضائكم أصام تي في. هكا حمزة، القناة تسمى بأصام تي في، حتى ربما تستقل قناة خاصة بالأمور الدنيوية والأعمال الخيرية باسم آخر، لأنه أصام تي في خاصة بفريق جمعية عمية كرة القدم. ربما اختر اسم شيخ محمد باش نعملوه القناة، قناة عبر اليوتيوب، اختر اسم قناة النخبة التوعوية يعني. ان شاء الله. السلام عليكم، تحية والسلام. بارك الله فيكم ان شاء الله. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة الشيخ. سلموا الشيخ، تفضلوا. نديروا حصة على الفقراء بركة السيمة، نكملوا الحصة الأخيرة. ماشي مشكلة.